وللتعليق على أداء الأسواق العالمية تنضم معنا لينا قنوع محللة أسواق مالية عالمية في مجموعة إيكويتي. أهلا بك لينا. أهلا بك. بداية لينا، أسعار النفط يعني رأينا اليوم تعمق من خسائرها وانخفاضات بأكثر من 2%. بداية، ما هي الأسباب الرئيسية التي ضغطت على النفط ليتراجع بهذه النسبة؟ بالنسبة لأسعار النفط، هذه التراجعات التي شهدناها أولا كما ذكرتي في التقرير أنه بسبب تباطؤ وتيرة التطعيمات وأيضا الإغلاقات، سواء كان في ألمانيا وأيضا تزايد عدد الإصابات بفرنسا وأيضا القيود ربما تفرضها بريطانيا، حيث كان من الممكن إجراءات السفر تتم للبريطانيين أيضا وعودة الزائرين إلى بريطانيا، ربما سوف يحصل تمديد لكل تلك الإجراءات الاحترازية، فبالتالي هذا ضغط على أسعار النفط. وهناك يعني يتوقع جولدمان ساكس أن وصول أسعار 80 دولار، لكن لا أتوقع ذلك. هناك ربما تحصل لفترة وجيزة هذه التوقعات، وسمعنا توقعات أخرى من عدة بنوك أخرى عم تتوقع أسعار النفط تقريبا لبرنت عندها 66 دولار. بشكل عام إذا نظرنا إلى الامتثال أوبك بلس، وصل الامتثال تقريبا إلى 113%، وهذا يدل على قدرة الدول الخليجية على الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة. التوقعات أن يصل الطلب العالمي على النفط تقريبا 98% خلال الربع الرابع، وهو أقل من التوقعات السابقة في عام 2019، يعني قبل جائحة الكورونا، التي وصلت تقريبا إلى 100.2 مليون برميل يوميا. فبالتالي ربما يعني ونتيجة التخفيضات التي تقوم بها أوبيك بلس والتخفيض الطوعي من قبل السعودية، هذا ساعد نوعا ما، فربما سيقلل، بالتالي يعني سوف نرى عفوا يعني ارتفاع للطلب مقابل العرض، وبالتالي ربما يعني الارتفاعات ربما سوف نشاهدها خلال الفترة القادمة. لكن هذه الضغوطات التي نشاهدها حاليا هي فقط بسبب ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا والإغلاقات الاقتصادية، لا أستبعد النطاقات أن تبقى محدودة لأسعار النفط. بالنسبة للدولار الأمريكي، اليوم يكتسب قوة الدولار الأمريكي وخاصة أمام الروبل الروسي بسبب التوترات الأمريكية الروسية. هذه التوترات السياسية بالعادة بتخلي الطلب على الدولار كملاذ آمن، لأنه يعتبر النقد الأول كالعملة الرئيسية في العالم، فبالتالي شهدنا هذه الارتفاعات نتيجة أيضا القلق في تركيا بعد عزل من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزل محافظ البنك المركزي التركي بسبب رفع أسعار الفائدة، فهذا بالتالي سبب ارتفاعات للدولار الأمريكي. الدولار الأمريكي متوقع على المدى القصير أن يشهد بعض الارتفاعات وخاصة أمام العملات الناشئة، لكن ما زالت نظرتنا للدولار الأمريكي معتمد على الأساسيات وخاصة من قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتوجهات البنوك المركزية من الاحتياطي الفيدرالي والسياسة التي تقوم بها الحكومة الأمريكية. نعم. من حيث سياسة التحفيز، فمتوقع على المدى الطويل الانخفاض، وشهدنا أيضا انخفاضات على الدولار الأمريكي بسبب كان هناك طلب أمس على الدولار والسندات، وهذا ما جعل عوائد السندات الأمريكية تنخفض وتتراجع إلى واحد تقريبا. طيب، تراجع عوائد السندات الأمريكية لينا، هل أيضا نراها أي يؤثر على أداء الذهب خلال جلسة اليوم؟ هل سيشهد الذهب أيضا المزيد من التراجعات بإيجاز مثلا؟ بالنسبة لأسعار الذهب، يعني هي بعد ما ارتفعت وصلت إلى 2075، نحن عم نتداول الآن عند 1700 دولار. هناك يعني بسبب من يفضل، يعني هناك يعني فارق بين العرض والطلب، وهناك من يشتري الذهب على أساس لحفظ القدرة الشرائية للنقد، وأيضا بتحوط من أجل أي تعافي من أي يعني لأي تعافي اقتصادي عالمي، أو تحوط من أجل الحماية
1% من النمو الاقتصادي العالمي إن حصل أي شيء، لكن يظهر أن هناك توجهات من قبل بعض المستثمرين في هذه الفترة على أصول غير الذهب، وهذا ما حدده أيضا جيروم باول، قال التوجه إلى بدائل غير الذهب، لكن باعتقادي يبقى الذهب الملاذ الآمن الكلاسيكي في هذه الفترة. نقوم نشهد بعض الارتفاعات في النقاط مع حزم التحفيز، نتوقع أسعار الذهب على المدى الطويل تحقق ارتفاعات بسبب حزم التحفيز. لينا قنوع محللة أسواق مالية عالمية في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. شكرا.